شيخ صالح، الصلاة كما تفضلتم لها أهميتها، لكن بعض الناس يفرق بين كونه لا يصلي مع الجماعة وبين كونه يصلي لكن يصلي في البيت. هو إذا ترك صلاة الجماعة فإنها تصح صلاته إذا أداها في الوقت، تصح، ولكنه ترك واجبا عظيما وهو صلاة الجماعة. يستحق عليه الوعيد الشديد، ويكون متصفا بصفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بالنار، فدل على أنه تارك لواجب عظيم وواقع في معصية عظيمة، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يخاف من الله. ولأن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة فهذه خطوة إلى تركها نهائيا، لأنه إذا ترك الصلاة مع الجماعة فإنه يتدرج إلى أن يصليها خارج الوقت، ثم يتدرج إلى أن يتركها نهائيا، لأن هذه خطوات الشيطان مع المسلم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحافظ على الصلوات مع الجماعة، لأنها عمود الإسلام، ولأنها رأس ماله، ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.